إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من الحصص الوحدة الرابعة الظواهر الجيولوجية الباطنية وعلاقتها بتكتون الصفائح. إذا اليوم إن شاء الله غنستأنفوا الشرح ديالنا وغادي نطلقوا إن شاء الله في الفصل الأول مباشرة اللي هو التشكل الثلاثي الجبلي الحديثة وعلاقتها بتكتون الصفائح. إذا على بركة الله، سبقنا تعرفنا شباب في الحصة الماضية على مفهوم الصفيحة ومفهوم طبيعة الحال حركية الصفائح، وشنا حدود التقارب، حدود التباعد، حدود الاحتكاك، تكلمنا عن التركيب الداخلي ديال الكوكب الأرض من طبيعة الحال، وشفنا سبب من طبيعة الحال حركية الصفائح من خلال دراسة تيارات الحمل الحراري. جميل جدا. إذا شباب اليوم إن شاء الله غادي ننطلق مباشرة ونشوفوا مختلف أنواع السلاسل الجبلية المميزة بطبيعة الحال للعالم، الذين كما ترون في طبيعة الحال في الوثيقة توزيع السلاسل الجبلية الحديثة واضح، لدينا جبال الريف واضح في شمال افريقيا، في اقسام شمال افريقيا جبال الألب بالضبط واضح في اوروبا في او جنوب اوروبا، لدينا ايضا اشهر سلسله جبليه في العالم الهيمالايا واضح، دونك كتواجد بطبيعه الحال في القاره الاسيويه بالضبط واضح، لدينا ايضا جبال الانديز في الساحل الغربي لامريكا الجنوبيه واضح، ولدينا ايضا طبعا كما كتشوفوا الجبال الصخريه في الجزء الغربي لامريكا الشماليه. دونك كيف ما كتشوفوا من طبيعة الحال هذا التوزيع هذا ليس عشوائي واضح، دونك التوزيع من وراء طبيعة الحال أسرار واضح. يلا نشوف. إذا لاحظوا معايا هنا حدود الصفائح الصخرية اللي تعرفنا عليهم سابقا، متفقين؟ بكل بساطة لدينا حدود التقارب من طبيعة الحال في مناطق التقارب ومناطق التباعد، دونك الخطوط الحمراء تمثل حدود الصفائح والأسهم تمثل من طبيعة الحال التباعد والتقارب واضح. إذا كيف ما كتشوفوا من طبيعة الحال السلاسل الجبلية كتموضع بالضبط في حدود من طبيعة الحال التقارب ما بين الصفائح. لاحظ ندير واحد إعادة، لاحظ معايا، شوف معايا الهيمالايا، الألب، الريف، الأنديز، الجبال الصخرية واضح، شوف كتموضع بالضبط، لاحظوا معايا كيفاش كتموضع، شوف في حدود من طبيعة الحال أغلبية التقارب واضح. كمثال مثلا جبال الألب كيف ما تشوفوا معايا هنايا واضح، جبال الألب، الريف واضح، دونك كتموضع ما بين افريقيا واوروبا واضح، دونك لاحظوا معايا ماذا يحدث ما بين اوروبا وافريقيا، اذا التقى تقارب هذا كمثال واضح. اذا بصفه عامه كيف ما درسنا سابقا لدينا 12 صفيحه بالضبط واضح في الصفائح ديال كوكب الارض واضح، الصفيحه الاستراليه الهنديه، صفيحه الفلبين، صفيحه القطب الجنوبي، صفيحه الافريقيه، صفيحه العربيه، صفيحه اوراسيا، صفيحه امريكا الشماليه، وصفيحه جزر الكاريبي، صفيحه كوكوس، صفيحه امريكا الجنوبيه، وصفيحه نازكا، واخيرا صفيحه المحيط الهادي. اذا 12 صفيحه بصفه عامه. جميل جدا. اذا لاحظوا معي، تمثل السلاسل الجبليه الحديثه السلاسل الجبليه التي لا يتعدى عمرها 100 مليون سنة واضح؟ تتموضع السلاسل الجبلية الحديثة على مستوى حدود الصفائح وبالضبط مناطق التقارب بين الصفائح، مما يدل على وجود علاقة بين حركية الصفائح وتشكل السلاسل الجبلية الحديثة واضحة؟ ثالثا، يمكن تصنيف السلاسل الجبلية الحديثة إلى ثلاثة أنواع، هي سلاسل الطمر وسلاسل الاصطدام وسلاسل الطفو. سلاسل الطمر تتشكل في مناطق الطمر، لاحظ مناطق الطمر يعني مناطق حدوث ظاهرة الطمر، ملي كتوقع ظاهرة الطمر في شي منطقة كتنتج على سلاسل جبلية كتسميوها سلاسل الجبال الطمر نسبة إلى الظاهرة اللي وقعت واضح. سلاسل الاصطدام أيضا تتشكل إثر اصطدام صفيحتين مختلفتين، ملي كيوقع الاصطدام ما بين كتلتين قاريتين واضح مثلا كينتج عليه سلسلة جبلية، كنقولو سلسلة الجبال ماذا شنو وقع؟ اصطدام. إذا سلسلة الجبال اصطدام تأخذ اسم الظاهر واضح. سلاسل الطفو ايضا تنتج عن تراكب غلاف صخري محيطي فوق غلاف صخري قاري كما قلنا الحصه الماضيه، زحف جزء من الغلاف الصخري المحيطي فوق الغلاف الصخري القاري واضح. اذا كتساؤلات، في السؤال الاول غنقولوا ما هي خصائص هذه السلاسل الجبليه واضح المميزات ديالها، في السؤال الثاني ما هي مراحل تشكل هذه السلاسل الجبليه. إذا نبداو على بركة الله بسلاسل الطمر، وناخذ احسن مثال في العالم جبال الانديز واضح اللي كتواجد في الساحل الغربي ديال امريكا الجنوبيه المطل على صفيحه نازكا واضح المحيط. لاحظوا معي كيف ما كتشوفوا بطبيعه الحال في الوثيقه لدينا سلسله جبال الانديز، منظر بطبيعه الحال لجبال الانديز واضح المليئه بطبيعه الحال قممها بالثلوج، لاحظتوا؟ دونك ماذا نجد بطبيعه الحال على مستوى الوثيقه؟ نجد بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا حفره وتتموضع بشكل موازي لمنطقة تواجد السلسلة
الجبلية. السلسلة الجبلية كتواجد على مستوى على مستوى الساحل، لاحظ كتواجد على مستوى الساحل الغربي السلسلة الجبلية. واحد هنا واحد بينو علينا مزيان. لاحظ حفرة البيرو والشيلي، دونك الشيلي والبيرو البلدين بطبيعة الحال كيتواجدوا بطبيعة الحال في الساحل الغربي، دونك تسمات بطبيعة الحال الحفرتين نسبة إلى اسم البلدين. جميل جدا. لدينا هنا المحيط الهادي، واضح جزء محيطي، هنا جزء قاري أمريكا الجنوبية. جميل جدا. إذا غناخدو واحد المقطع كيف ما كتشوفوا هنايا، واضح مقطع أبي، واضح هو اللي غندرسو، عندي جانبية طبوغرافية. رائع. لاحظ إذا دونك هي جانبية طبوغرافية بطبيعة الحال، نجد هنا حفرة واد الشيلي، متفقين؟ عندنا هنا جبال أنديز الساحل، واضح؟ إذا لاحظ معايا كيف ما كتشوفوا الحفرة واضحة، متفقين متفقينش؟ مزيان؟ جميل. إذا وجود حفر محيطية أو حفر محيطية لافوس أوسيانيك عميقة دليل على اختفاء المادة نتيجة انغيار صفيحة نازكا أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية، متفقين؟ واضحة. إذا هي خاصية بنيوية، الحفرة المحيطية خاصية بنيوية، واضح؟ تؤشر على ماذا؟ على اختفاء المحيط الهادي أو جزء من المحيط الهادي تدريجيا تحت بطبيعة الحال الجزء القاري، متفقين؟ بهذه الطريقة، واضح كاين بطبيعة الحال انغراس. جميل جدا. لاحظ معي دونك هناك حفرة محيطية بشكل واضح في الصورة هذه، متفقين؟ إذا المحيط يتعرض ماذا؟ يتعرض للانغراس تحت الجزء القاري بطبيعة الحال لكي تكون فيه السلاسل الجبلية، دونك الحفرة المحيطية هي مؤشر بنيوي، واضح؟ جميل جدا. لاحظ معي أيضا دونك درسنا دابا أول خاصية بطبيعة الحال، هي خاصية بنيوية واضح التي تمثل بطبيعة الحال أو تؤشر على حدود ظاهرة التمر، هي الحفرة المحيطية. الآن سوف نرى بؤر الزلازل، توزيع بؤر الزلازل حسب العمق على مستوى منطقة الأنديز. هتقول لي أستاذ واش كيتواجدوا الزلازل؟ نعم، كيف ما كتلاحظوا في الوثيقة واضح دائما نفس المقطع الجانبية الطبوغرافية اللي درسناها قبل قليل. دونك تواجد بطبيعة الحال مجموعة من النقط، شوف النقط الحمراء واضح في هذا المستوى هذا، واضح تمثل عدة بؤر زلزالية. البؤر الزلزالية لاحظتوا معايا هي منتظمة، واضح في مستوى مائل في اتجاه ماذا؟ العمق، في اتجاه العمق، واضح. دونك التموضع ديالها بهذه الطريقة بطبيعة الحال سيدل على شيء، واضح. لاحظ معي إذا تمثل جبال الأنديز بنشاط أو تتميز بنشاط زلزالي شديد، وتتوزع البؤر الزلزالية حسب مستوى مائل يزداد عمقه كلما اتجهنا من الغرب نحو الشرق، يعرف باسم مستوى بنيوف، واضح هذا هو مستوى بنيوف، متفقين؟ نسبة إلى العالم بنيوف اكتشف المستوى ودرس المستوى، ويفسر هذا التوزيع باحتكاك صفيحة نازكا الصفيحة هذه المحيطية بصفيحة أمريكا الجنوبية، واضح نتيجة لظاهرة التمر. إذن التوزيع هو الآخر يدل على ماذا؟ يدل على انغراز الصفيحة المحيطية وتمر الصفيحة المحيطية، واضح لنازكا تحت الصفيحة القارية. إذن هي خاصية جيوفيزيائية، لاحظ خاصية جيوفيزيائية، التوزيع المائل لبؤر زلزالية في مستوى بنيوف على مستوى مائل في اتجاه العمق هو خاصية جيوفيزيائية، متفقين شباب؟ واضح. إذن نأتي الآن إلى خاصية أخرى، هي خاصية جيوحرارية، واضح؟ التي تمثل توزيع خطوط تساوي درجة حرارة بمنطقة الطمع على مستوى الوثيقة. لاحظوا معي خطوط تساوي درجة حرارة، لدينا قاعدة، واضح؟ حسب مفهوم مشهور جدا يسمى الدرجة السعيرية أو درجة الحرارة السعيرية. درجة الحرارة السعيرية تمثل بطبيعة الحال تغير درجة الحرارة الباطنية لباطن الأرض، واضح؟ حيث كلما اتجهنا إلى باطن الأرض تزداد درجة الحرارة تدريجيا، هي الدرجة السعيرية، واضح هذه معلومة واضحة. لاحظ معي مثلا هنا عندنا 800 دوغري سيسيوس، هنا عندنا مثلا 900 دوغري سيسيوس، هنا عندنا مثلا 1000 دوغري سيسيوس غيكون 1200، وهنا في هذيك مثلا وعندنا 1400 دوغري سيسيوس. هذا كمثال، واضح كيف ما كتشوفوا معايا هنايا وجود تغير على مستوى درجة الحرارة في هذه المنطقة بالضبط الانغراس، واضح في هذه المنطقة الانغراس وجود تغير لدرجة الحرارة، متفقين؟ دونك هذا التغير نفسره ماذا؟ نفسره بانغراز الصفيحة المحيطية، واضح؟ الباردة تحت الصفيحة القارية، واضحة؟ دونك مثلا نعطيكم مثال باش تفهموني الشباب، لاحظ معي، إلا خدينا مثلا درجة الحرارة في هذه المنطقة، واضح؟ كنلقاو 1400 دوغري سيسيوس، واضح؟
الا مش كنا بشكل افقي مثلا هنا على المستوى هذه المنطقه القوى 1400 دوري سيلسيوس دائما واضح، ولكن الا مشينا لهذا المستوى واضح غادي نلقاو تما درجه الحراره بالضبط اللي شفتو معايا مزيان 1000 دوري سيلسيوس، وهذا تناقض. هنا درجه الحراره 1400 هنا 1400 واضح، ولكن هنا بالضبط واضح 1000 يعني نقصت درجه الحراره. يمكن كنقولش درجه الحراره الا طلعنا السطح، ولكن حنا طلعنا السطح بقينا في نفس المستوى واضح، ولقينا هنا بالضبط درجه الحراره منخفضه واضح. هذا اندل سيدل على ماذا؟ على كما قلت قبل قليل انغراز غلاف صخري محيطي بارد يؤثر على درجه الحراره في هذه المنطقه هذه وكيخفض منها واضح شيئا ما واضح شباب جميل. اذا في منطقه الانديز يلاحظ شذوذ، هذا يسمى شذوذ شباب، يعني تغير غير طبيعي في هذه المنطقه واضح، تغير غير طبيعي واضح غير مألوف متفقين لدرجه الحراره جميل. اعيد، في منطقه الانديز يلاحظ شذوذ في منحنيات تساوي درجه الحراره بحيث تنحرف مائلة نحو العمق حسب مستوى بينيوف اللي درسناه قبل قليل، ويفسر هذا الشذوذ الحراري في انغراز صفيحه نهضة الباردة اسفل صفيحه امريكا الجنوبيه. جميل جدا، اذا هذه خاصيه جيوحراريه تدل على حدوث الطمر في المنطقه، رائع. اذا الان سندرس موضوع التضخم، هو خاصيه بنيويه. ما معنى موضوع التضخم؟ هو عباره عن رواسب محيطيه على شكل تراكبات ويتواجد على مستوى الهوامش النشطه، ويكون اكثر وضوحا في بعض المناطق كحفره نانكاي شرق اليابان وجزر انتيل هذا كمثال واضح. اذا موضوع التضخم هو عباره طبعا الحال عن عده رواسب محيطيه تتعرض لعمليه الكشط اثناء انغراز القشره المحيطيه تحت القشره القاعيه. كيف ذلك؟ لاحظوا معي، اذا كيف ما كنشوفوا بطبيعه الحال في الصوره واضح، اثناء انغراز الغلاف الصخري المحيطي تحت القاري لاحظ مجموعه من الرواسب اللي كتكون طبعا محتله السطح ديال القشره المحيطيه واضح، تتجمع بطبيعه الحال وتتراكب فيما بينها متفقين تدريجيا فتعطي بنيه بطبيعه الحال ذات سمك مرتفع تقريبا تسمى موشوع التضخم. موشوع التضخم يتم تضخم مجموعه من الرواسب للحدود القاريه واضح شباب، نتيجه لكشطها يعني تجمع تلك الرواسب بسبب الحركيه ديال الانغراز واضح شباب جميل. اذا هي خاصيه بنيويه. لاحظ معي، تكون الصفيحه المنغرزه او تكون اثناء الطمر مكسوره بطبقات رسوبيه، تعمل الصفيحه راكبه على كشطها وفصلها على القشره المحيطيه المركوبه، فتشكل هذه الرواسب موشوع التضخم كنقولوا فرنسي بريزم داكريسيون. جميل، اذا درسنا دابا موشوع التضخم وخاصية بنيوية فهمناه واضح. إذا ننتقلوا الآن شباب المميزات الصخرية لمنطقة الطمر واضح بالضبط في جبال الأنديز. كيف ما كنشوفوا في الوثيقة عندنا مجموعة بطبيعة الحال من المميزات، عندنا القاعدة القديمة، عندنا باتوليتات الكانوديوريت، عندنا طبقات الحقب الثاني والأول وصخور بركانية الأنديزيت وطبقات الكريتاسي العلوي. دوك عندنا مفاهيم جديدة باقي ما تعرفهاش الآن، لا بأس لاحظوا معايا. تتميز سلاسل أنديز بوجود صخور صهارية هي الأنديزيت وبالضبط صخرة بركانية، والغرانوديوريت هي صخرة بلوتونية. ما معنى الأنديزيت؟ ما معنى الغرانوديوريت؟ غنتحركوا لهم إن شاء الله بعد قليل. ولدينا أيضا تشوهات تكتونية بسيطة بحال مثلا طيات واضح، كيف ما كتشوفوا بطبيعة الحال في هذه المناطق هادو بالضبط واضح وجود مثلا طيات في عدة مناطق جميل جدا. ولدينا طيات على شكل مروحة وفوالق معكوسة. ما معنى فوالق؟ هي أيضا تشوهات تكتونية ناتجة عن عدة انكسارات تصيب الطبقات واضح، عدة انكسارات تصيب الطبقات الجيولوجية. كيف تحدث؟ غنشوفها إن شاء الله في المحور ديال التشوهات التكتونية. تدل على تعرض المنطقة لقوى انضغاطية نتيجة تقارب الصفائح واضح، هاد الانكسارات والطيات ناتجة عن طبعا حتى التقارب اللي كيوقع واضح ما بين الصفائح. جميل جدا. إذا أخيرا بركانية عنيفة في المنطقة ذات طابع انفجاري وهذا تؤدي الى قذف سوارة انديزيتية. لاحظوا معي البراكين في هذه المنطقة السلسلة الغربية، عدة براكين انفجارية تدل على ايضا واضح وجود ظاهرة جيولوجية. جميل جدا، اذا هذا هو مجموعة من الخصائص الصخرية التي تميز المنطقة. دائما نجد الانديزيت والغرانوديوريت، انديزيت صخرة بركانية والغرانوديوريت صخرة بلوتونية، رائع. إذا أنا شباب غنمروا إن شاء الله النشاط الثاني وغنتكلموا على الظواهر الصهارية المميزة لسلاسل التمر، رائع. إذا كيف ما كتشوفوا في الصورة من طبيعة الحال عندنا انغراز ديال الغلاف الصخري المحيطي تحت الغلاف الصخري القاري ومختلف من طبيعة الحال الأنشطة البركانية. نبداو على بركة الله.
إذن كيف كنشوف الوثيقة الأولى عندنا الصخور الصهاري المميزة لمناطق التمر. لدينا كما قلنا قبل قليل عندنا صخرة الأنديزيت واضح وصخرة الجرانوديوليت هما صخور صهارية، لكن بالضبط الصنف ديال هاد الأولى الأنديزيت هي بركانية عندها علاقة بالبركان، والجرانوديوليت هي بلوتونية عندها علاقة بتبريد واحد النوع من التبريد البطيء كيوقع في العمق. جميل، تعرفوا عليهم شوية بشوية. يلا لاحظ معايا إذا كيف ما كتشوفهم طبيعة على مستوى الأنديزيت، مش كتكون في المكونات ديالها عجين زجاجي ميكروليت انفيبول بلاجيكولاز، اما الجرانوديويت كتكون انفيبول مرو بيوتيت بلاجيكولاز. جميل جدا. اذا كما كتشوفوا كاين تشابه تقريبا واضح في بعض المعادن كمثال البلاجيكولاز، واضح كيف ما كتشوفوا كيتواجد طبيعة الحال في النوعين والانفيبول مثلا. واضح اذا هناك واضح ميكروليتات على مستوى الانديزيت متفقين، وهناك صخور او عفوا معادن البيوتيت على مستوى الجرانوديوليت. هذا سيدل على نوع التبريد الذي تعرضت له الصخره. دونك شوي علينا لاحظوا معي، تكون صخره الانديزيت اللي هي صخره بركانيه من ماده غير متبلوره واضح تدعى عجين او زجاج واضح، يعني ما تشكلش منها بلوغات او معادن غير متبلوره، وبلوغات كبيره الحجم بحال البلاجيكلاز والبيروكسين، وبلوات صغيرة الحجم تدعى ميكروليتات دقيقة صغيرة. لذا نتكلم عن بنية ميكروليتية، إذا الأنديزيت عندها بنية ميكروليتية فيها ميكروليتات أغلب عناصر اللي فيها هي دقيقة صغيرة. واضح الشيء الذي يدل على أن الصخرة الأنديزيت تشكلت عبر مراحل، كاين تبريد بطيء للسهرة في العمق مكن من تشكل البلوات الكبيرة، وتبريد سريع على السطح ترتب عنه تشكل الزجاج والميكروليتات. واضح إذا هي عندها بنية مختلطة شيئا ما متفقين، ولكن اغلب المكونات ديالها هي ميكروليتات دقيقه. واضح اذا بنيه ميكروليتيه. لاحظ معي اما الجرانوديوليت هي صخره بلوتونية عفوا تتكون ماذا من بلورات كبيره الحجم مع غياب العجين الزجاجي، ما فيهاش العجين الزجاجي والميكروليتات بحال البلاجيوكلاز والبيوتيت. لذا نتكلم عن بنيه كامله التبلور واضح او محبب، الشيء الذي يدل على ان هذه الصخره تشكلت اثر تبريد بطيء للسهره في العمق مكن من تشكل بلورات كبيره. واضح اذا بعجاله شباب قلنا الانديزيت عندها بنيه ميكروليتيه واضح فيها عجين زجاجي وفيها ميكروليتات وفيها بعض المعادن كبيره القد، لكن اغلب المعادن فيها دقيقه صغيره، باش نقولوا بنيه ميكروليتيه تعرضت اغلبيه لتبريد سريع في السطح، كاين تبريد بطيء بطبيعة الحال في العمق، وكل أغلبية تبريد سريع في السطح. أما الجرانوديوليت هي صخرة بطبيعة الحال صهارية وبالضبط بلوتونية تعرضت لتبريد بطيء في العمق، فيها بلوغات كبيرة القد واضح، عطاتها بنية كاملة تبلور أو محببة في حبيبات واضح، ما فيهاش العجين الزجاجي. رائع. إذا هادو هما الصخور اللي كيميزو مناطق التمر، سجل عندك. ما هو اصل الظواهر الصهاريه في مناطق التمر؟ سؤال محوري واضح، كيفاش تشكلهم طبيعه الحال الصهاره، كيفاش تشكل الصهاره، كيفاش كتشكل البركان بصفه عامه في منطقه التمر. لاحظوا معايا اذا شروط انصهار صخره البيردوتيت الموجوده بوجود الماء وغيابه. دونك ما علاقه البيردوتيت بالانصهار طبيعه الحال، وما علاقه البيردوتيت بطبيعه الحال النشاط البركاني المميز لمنطقه التمر؟ دونك نضرب شويه علينا. يمثل ميبيان جانبه نتائج الانصهار التجريبي لصخرة البيردوتيت المكونة للغلاف الصخري، وذلك في الحالة الجافة والحالة المميه. كيف ما كتشوفوا الشباب عندنا ميبيان، هاد الميبيان غنتعاملوا معاه بزاف بطبيعة الحال في التمارين وفي امتحانات وطنية واضح، دونك ضروري خصنا نتعلموا كيفاش بطبيعة الحال نتواصلوا معاه. دونك غادي نتعلموا ليه أكثر بطبيعة الحال ونتفاعلوا معاه أكثر في الدرس الثاني. إذا نبداو على بغية الله، لدينا في محور الأفاصيل درجة الحرارة والأراسيب، لدينا متغيرين العمق والضغط، العمق بالكيلومتر والضغط بالجيجا باسكال. رائع. اذا لاحظوا معي لدينا هنا طبعا المنحنى يمثل تغير درجه الحراره حسب العمق في مناطق التمر واضح، لدينا منحنى طبعا الحال الازرق يمثل منحنى تصلب بوجود الماء واضح، ولدينا منحنى تصلب بدون ماء، ولدينا منحنى الانصهار الكلي. هنا في المجال عندنا حاله سائله وهنا حاله صلبه زائد سائله وهنا حاله صلبه. رائع. كيف ما كتشوفوا معايا دونك الاصل طبيعة الحال في تشكل البركان هو انصهار البيردوتيت. كيفاش انصهار البيردوتيت؟ لاحظوا معايا هنا منحنى تغير درجة الحرارة، لاحظتوا معايا مزيان هذا المنحنى بالضبط ديال التصلب بوجود الماء، بوجود الماء بالضبط بوجود الماء تتقاطع، كيف شفتوا معايا مزيان تتقاطع مع المنحنى ديال درجة الحرارة في هذه النقطة وفي هذه النقطة، إذا هناك تقاطع. أما منحنى التصلب ديال البيردوتيت بدون ماء
واضح بانه لا يتقاطع مع منحنى الدرجه السعيريه، واضح ما كيتقاطعش. وهذا هو اللي كيفسر بالطبع ماذا، كيفسر الانصهار ديال سخات البيريدوتيت في العمق بوجود الماء، واضح بوجود الماء. الى البيريدوتيت اللي بغات تنصهر، البيريدوتيت اللي كاينه في الغدة العلوي اللي بغات تنصهر شنو خاصها؟ خاصها الماء. الا ما كانش الماء ما غاتنصهرش، واضح. لاحظوا معايا، اذا يلاحظ ان منحنى الدرجه السعيريه لمضغه التمر لا يتقاطع مع منحنى الانصهار الجزئي للبيريدوتيت غير المميه، في حين انه يتقاطع مع منحنى الانصهار الجزئي للبيريدوتيت المميه وفي درجه حراره منخفضه. اذا يمكن تفسير صهاره مصدر البركانيه على مستوى مناطق التمر باش بالانصهار الجزئي للبيريدوتيت نتيجه تميه بفعل الماء المحرره، يعني تفاعلات تحول عقد الماء من طرف الصفيحه المنغرزه، وبالتالي نقول ان الماء يسهل انصهار البيريدوتيت. رائع. اذا نتمم، لاحظوا معايا مزيان هنايا، وهذا باش نلخصهم بطبيعه الحال. الظواهر البركانيه المميزه لمناطق التمر عند انغراز الغلاف الصخري المحيطي هو اكثر كثافه، واضح حيت هو علاش كنغرز هو، حيت هو اللي اكثر كثافه، الكثافه ديالو كبيره بزاف اكثر من الغلاف الصخري القاري. الغلاف الصخري المحيطي اكثر كثافه وبمقارنه مع القاري. دونك ملي كنغرز لاحظوا معايا هذه المنطقه هذه بالضبط، واضح عندها اسم، واضح هذيك المنطقه بالضبط اش منطقه؟ المنطقه ديال الغذاء العلوي، ها هي اللي فوق من منطقه الانغراز عندها اسم، تسمى المنطقه التي تعلو التمر، المنطقه التي تعلو التمر. اذا عند انغراز الغلاف الصخري المحيطي اكثر كثافه اشنو توقع القشره المحيطيه في هذه المنطقه؟ القشره المحيطيه شنو فيها؟ قلنا سابقا فيها صخور البازلت، واضح كتعرض للضغط كبير بزاف واحتكاك كبير بزاف. لاحظ معايا هنا كانت كتعرض احتكاك، لا شنو موجود الفوق؟ عندنا غير الماء، واضح ما كاينش شي مستوى غيوقع تعرض مع الاحتكاك. اذا الجزء هذا الى تعرض للتمر، واضح غيوصل لهذه المنطقه بالضبط، غيوقع له احتكاك كبير بزاف تضغط. بحال خدينا مثلا نقولوا بالدارجه، خدينا شي بونجه مثلا وعامره بالماء، واضح ضغطت عليها بزاف غادي يخرج الماء، متفقين؟ ماشي اللي وقع هنا بالضبط، واضح على مستوى المنطقه التي تعلو التمر تضغط وتتعرض للضغط صخور البازلت التي تنتمي للقشره المحيطيه، فتفقد الماء من المعاني ديالها. الماء كما كنشوفوا في السام كيصعد لهذه المنطقه بالضبط، واضح كيصعد لهذه المنطقه هذه، متفقين؟ اذا المنطقه شنو فيها؟ فيها البيريدوتيت، واضح ديك المنطقه فيها البيريدوتيت. لاحظوا معايا البيريدوتيت من طبيعه الحال اللي كاين على مستوى هذه المنطقه، شو معايا مزيان؟ شو على مستوى المنطقه كيتعرض للانصهار. لاحظ ملي كيتعرض للانصهار كيعطي واحد الصهاره، وللتذكير انصهار جزئي، انصهار ماذا؟ جزئي ما كتنصهرش كليا. لاحظوا معايا الا انصهر من طبيعه الحال البيريدوتيت ديغيد على بشكل كامل، واضح راه ما يبقاش عندنا بطبيعه الحال، واضح اللي غيحمل القشره المحيطيه كانت او القاريه، واضح. اذا دائما انصهار جزئي، ركز معايا الله يرضيك. اذا الانصهار الجزئي شنو كينجالي؟ كينجالي صهار، هاد الصهار كتعرض الى تبريد بطيء في العمق، واضح كيعطيني صخور الغانوديوليت البلوتونيه، واضح. وجزء اخر من الصهار يصعد، واضح يصعد يتعرض لتبريد بطبيعه الحال سريع في السطح، واضح كيعطيني صخور انديزيت 8 الميكروليتية شفنا قبل قليل، متفقين الشباب؟ رائع. وجزء اخر كيعطي براكين، واضح انديزيتي، متفقين شباب؟ اذا نفسر البنيات التكتوني والصخري لمناطق التمر بما يلي: يؤدي انغراز الغلاف الصخري المحيطي اكثر كثافه تحت الغلاف الصخري القاري اقل كثافه الى خضوع الصخور عند وصولها الى الاتموسفير لارتفاع في درجه الحراره والضغط، وينتج عن هذا تحليق الماء الذي ينتشر عبر الغذاء، فيصبح هذا الاخير تحت شروط الانصهار الجزئي، وتصعد الصهار الناتجه عن هذا الانصهار نحو السطح مؤديه الى بركانيه انديزيتيه، كما يتبرد جزء من هذه الصهاره في الاعماق فيعطي بلوتونات الغانوديوريت، واضح. اذا شباب نمر الان لمراحل تشكل سلسله جبال الانديز. كيف ما كتشوفوا عندي عده مراحل لتشكل سلسله جبال الانديز، واضح. في الجانب عطاونا هنا مثلا ناقص 5 ملايين سنوات، ناقص 25 مليون سنه، ناقص 95 مليون سنه، واضح حسب الاقدميه. رائع. لاحظوا معي شكلت سلسله جبال الانديز نتيجه تقارب صفيحه نازكا مع صفيحه امريكا الجنوبيه منذ 95 مليون سنه، ادى هذا الى طمر صفيحه نازكا المحيطيه الاكثر كثافه أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية، وبتوالي الضغوط التكتونية ازدادت أهمية التشوهات، طي الفوالق المعكوسة التي تعرضت لها الصخور، فنتج عن هذا تقصير وارتفاع في الغلاف الصخري مشكلا تضاريس عالية تمثل سلاسل التمر، واضح كمثال بطبيعة الحال في المراحل اللي شلنا
أمام نفس الصورة. لاحظوا معايا هنا، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، واضح. نمبر، إذا كيف ما كتشوفوا معايا هنا طبيعة الصورة تلخص طبيعة الحال مختلف الظواهر المميزة لظاهرة الطمر. إذا شفتوا معايا مزيان في عجالة مثلا، لاحظوا معايا مزيان، عندنا هنا منطقة من طبيعة الحال تباعد على مستوى الدغوة المحيطية، وهذا بالفعل تيارات من طبيعة الحال صاعدة اللي شفناها من طبيعة الحال تقديم ديال الدرس، وهنا من طبيعة الحال منطقة تقارب ما بين الصفائح، انغلاز غلاف الصخر المحيطي تحت القاري. لاحظوا معايا الانصهار واضح التدريجي ديال صخور البريدوتيت، واضح انصهار جزئي كيعطي بطبيعة الحال سهالة تصعد شكل بلوتونات كتبرد في العمق كتعطي بطبيعة الحال صخور الغرانوديوليت، والأخرى تبريد سريع في السطح كتعطي صخور الأنديزيت. دونك وكي نجعلها لاحقا بطبيعة الحال براكين أنديزيتية في السطح، واضح. اذا انا شباب غادي نتكلم ان شاء الله على سلاسل الطفو، وناخذ احسن مثال وجبال عمان. اذا جبال عمان احسن مثال في العالم لجبال الطفو، واضح. يلا نبدا على بركه الله. اذا في الوثيقه الاولى عندنا مميزات جبال عمان. لدينا طبيعه الحال منطقه عمان او السلسله الجبليه كتواجد طبيعه الحال في الجزء كما كتشوفوا في الوثيقه في الجزء الشرقي، واضح، امام بحر عمان، واضح. شوفوا معايا مزيان، واضح في كتواجد بالضبط مطله بطبيعه الحال على بحر عمان، واضح، في شرق شبه الجزيره العربيه، واضح. وهذا منظر عام لأوفيوليت جبال عمان. ما معنى الأوفيوليت؟ دوك نتعرفوا عليه بعد قليل. اذا لاحظوا معايا كيف ما كتشوفوا بطبيعه الحال في الصوره، لدينا خريطه جيولوجيه مبسطه لمنطقه عمان، واضح. دونك اغلب المناطق بطبيعه الحال في هذه المنطقه هذه كامله اللي شفتوا معايا حسب المفتاح، واضح، مش كتكون بطبيعه الحال من غواسب، عده غواسب وأوفيوليت. اغلب مناطق باللون الازرق لاحظوا معايا مزيان هنا، واضح كتكون من الأوفيوليت، جميل جدا. لدينا ايضا طبقات مركوبه، واضح، ولدينا قاعده، واضح. ولكن اغلب بطبيعه المناطق كتكون مناش قلنا الأوفيوليت، واضح. اذا غنتعرفوا بطبيعه الحال معنى الأوفيوليت، لاحظوا معايا في باء ما اش عندي؟ عندي مقطع تركيبي للوحدات الصخريه المكونه للأوفيوليت عمان والغلاف الصخري المحيطي. غنقارنوا الأوفيوليت مع الغلاف الصخري المحيطي، لاحظوا معايا مزيان، هنا عندي مقطع ديال غلاف صخري محيطي، وهنا عندي الأوفيوليت، لاحظوا معايا مزيان، نجد هنا صخر البيريدوتيت، وأيضا هنا على مستوى المقطع ديال الأوفيوليت صخر البيريدوتيت، لدينا أيضا انقطاع موهو، واضح، نجد صخور الكابرو المحيطية، وأيضا هنا صخور الكابرو المحيطية، كنا كنلقاو عروق من الدولاريت، واضح، في نفس طبيعة الحال المقطعين، نجد أيضا وسيدات لافيا. من البازلت هنا في المقطعين بجوج، واضح. هنا عندنا غواسب محيطيه اللي سبقنا شفناها بطبيعه الحال سابقا، غواسب محيطيه، واضح. اذا غواسب محيطيه، لدينا هنا ايضا محيط. لاحظوا معايا اغلب المكونات، واضح، اللي كتشكل الغلاف الصخري المحيطي تشبه بطبيعه الحال بشكل كبير، واضح، الأوفيوليت، متفقين. اذا نقدر نقولوا بطبيعه الحال في النهايه الأوفيوليت واضح هو مجموعه من الصخور الصهاريه بركانيه وبلوتونيه، مكون اساسا من بازلت على شكل وسيدات وكابرو وبيريدوتيت، وهي صخور مميزه للغلاف الصخري المحيطي، واضح. ونقدر نقولوا ايضا لاحظوا معايا، تتميز جبال عمان بغياب النشاط البركاني، ماشي بحال التمر مع نشاط زلزالي ضعيف ما فيهاش زلازل، ماشي بحال التمر. تشوهات تكتونيه تتمثل في التراكبات والسدائم، هناك تراكبات وسدائم. ما معنى تراكبات؟ ما معنى سدائم؟ غنتعرفوا عليها. وجود أوفيوليت، واضح. اذا دائما قوم الأوفيوليت. اذا لاحظوا معايا هنايا، واضح، مجموعه من المراحل تمثل التراكب والسديمه او السدائم اللي كيميزوا منطقه عمان ومنطقه سلسله جبال عمان، كيف تشكلات السلسله الجبليه. لاحظوا معايا، اذا هنا كان عندي بطبيعه الحال قشره بطبيعه الحال، واضح، او كتله بطبيعه الحال قاريه، واضح، تعرضت لقوى انضغاطيه من الجانبين، واضح، قوى انضغاطيه من الجانبين، واضح، تصابت باش واحد كسر على مستوى مائل هو فالق، واضح. لاحظوا معايا شنو وقع من بعد، عفوا، لاحظ اخيرا من وقع بطبيعه الحال الكسر مع تزاول القوى الانضغاطيه، تم طبيعه الحال ركوب جزء من القشره فوق الجزء الاخر بطبيعه الحال، واضح. اذا اعطاني ماذا؟ ظاهره التراكم دائم الفعل تاثير القوى الانضغاطيه. لاحظوا معايا الاسهم، لاحظ الاسهم،
واضح. اذا هذا هو التراكب والسديمه، هذا هو كينجي على ظاهره الطفو، هذا هو سبب ظاهره الطفو. واضح شباب؟ يلا. اذا يمكننا نقول ان الاوفيوليت يتكون المركب الاوفيوليتي من نفس مكونات الغلاف الساخن المحيطي، يعني غواسب محيطيه، بازل، غابور، بريدوتيت. اذا الاوفيوليت هي قطع من الغلاف الصخري المحيطي تتموضع فوق القشره القاريه نتيجه لظاهره الطفو. جميل. دونك دابا عرفنا ما معنى الاوفيوليت. واضح، هو قطعه من غلاف الصخري المحيطي اللي لقيناها بالضبط فوق من غلاف صخري القاري. واضح، وبالضبط لقينا مساحه شاسعه في سلسله جبال عمان. رائع. يلا نوتمي. اذا كيف ما كتشوفوا معايا بطبيعه الحال، في الوثيقه كتكون من شكلين الف وباء. واضح، لاحظتوا معايا هنا مزيان، عندي الصفيحة الإفريقية وهنا عندي الصفيحة الأورو آسيوية تجمع ما بين طبيعة أوروبا وآسيا. واضح. دون قبل ملايين السنين أو مئة مليون سنة بالضبط كان هناك بحر يفصل بين الصفيحتين يسمى بحر تيتيس. واضح، ومع توالي طبيعة السنين وذاك الملايين، لاحظوا معايا السهم، واضح، اتجاه حركية الصفيحة، بدأ الصفيحة الإفريقية تتحرك في اتجاه الشمال في اتجاه أورو آسيا. واضح، لاحظوا معايا البحر، واضح المساحه ديالو بدات كتقلص تدريجيا، متفقين؟ وفي ناقص 5 ملايين سنوات نلاحظوا شبه اختفاء ديال البحر. واضح، في حين تشكلت شنو تشكل؟ تشكل من طبيعه سلسله جبليه على مستوى عمان، تشكلت سلسله جبليه. واضح، وكمثال من طبيعه الحال على مستوى في شكل باء، في شكل باء شنو كان واقع؟ لاحظوا معايا قبل 95 مليون سنه، واضح تم حدوث فارق، شو؟ فارق. واضح، الفارق ادى الى طبيعه الحال حدوث ركوب، متفقين؟ تراكب ديال غلاف صخري محيطي فوق غلاف صخري من طبيعة الحال محيطي اخر، متفقين؟ دونك دفع بموصول تضخم نتيجة واحد الطمه كان وقع، واضح، باتجاه القارة. لاحظوا معايا فين دفع به؟ باتجاه القارة، يسمى موصول الحواسينة. واضح؟ دونك لاحظوا معايا حاليا، حاليا شنو وقع؟ دونك طفوا جزء كبير من غلاف صخري محيطي فوق غلاف صخري القاري، هو الشكل ديال سلسلة جبال عمان. واضح؟ جميل. اذا تعرفوا على تفسير اخر طبيعي وتقاربوا اكثر فاكثر كيف تشكل سلسله جبال عمان. لاحظوا معايا، اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا، واضح، تشكلت جبال عمان نتيجه انغلاق بحر قديم يسمى بحر تيتيس نتيجه تقارب الصفيحه الافريقيه بالصفيحه الاوروآسيويه والذي بدا منذ حوالي 100 مليون سنه. واضح، اذا لاحظوا معايا في المرحله الاولى لدينا صفيحه اوراسيا وصفيحه افريقيا وبحر تيتيس. واضح، دونك ما شنو وقع بالضبط؟ لاحظوا معايا، دونك وقع فارق بسبب شنو؟ بسبب بطبيعة الحال تحرك الصفيحة الإفريقية في اتجاه أوروآسيا. لاحظوا السهم باللون الوردي، حدوث فارق، هذا الفارق اش غينتج عليه من بعد مع توالي بطبيعة الحال القوى التكتونية اش غينتج عليه؟ لاحظ معايا مزيان، دونك تمر ضم محيطي هو النوع الثاني ديال التمر. واضح، عندنا التمر بطبيعة الحال ما بين غلاف صخري محيط وغلاف صخري قاري، هذا نوع اخر من التمر، هو التمر ما بين محيط ومحيط، غلاف صخري محيط وغلاف صخري محيط. واضح، مع توالي القوى الانضغاطيه لاحظ غلاف صخري محيط هبط تحت من غلاف صخري المحيط الاخر. واضح، ونجع عن التمر دم محيطي. جميل، لاحظوا معايا الكتله ديال الصفيحه الافريقيه كيفاش كتتحرك، لاحظ معايا كيفاش كانت وكيفاش كتتحرك. جميل، لاحظ، اذا نتمم، دونك تشكل من طبيعه الحال التمر بكل بساطه وبدا كيتشكل موشو التضخم. لاحظوا معايا موشو التضخم، الرواسب اللي كانوا في هذه المنطقه دي بالضبط، واضح، ومع الحركه ديال الصفيحه بداو كيتجمعوا على شكل موشو التضخم. علاش؟ حيت بدات الصفيحه الافريقيه كتقرب من هذا المستوى هذا، اذا الرواسب كاملين هنا غتبدا تتجمع على شكل موشو التضخم كما شفنا سابقا. رائع، لاحظوا معايا، اذا واحد اللحظه تم حجم حجز عفوا التمر، لاحظ حجز التمر، متفقين؟ متفقين، اذا حجز التمر ما يبقاش التمر، الغلاف الصخري كامل محيط الجزء منه هذا كامل تعرض للتمر. واضح، لاحظوا معايا افريقيا فين وصلت، شوفوا الاصل ديالها فين كانت، شوفوا فين وصلت، اذا تحركت بشكل كبير. واضح، جميل، اذا بعد ذلك اش غيوقع؟ لاحظ سيتم الطفو، حدوث الطفو. واضح، هذا الغلاف الصخري هذا المحيط الجزء منه غيصعد فوق من طبيعه الحال القاري، لاحظ موش التضخم تا هو غيصعد غيدفعو، متفقين متفقينش؟ شو هادشي كامل سبب تحرك افريقيا، دائما تكتوني الصفائح هي السبب، تكتوني الصفائح قوى الانضغاطيه التي تضغط، وهكذا غتشكل سلسله جبال عمان. واضح، اذا لاحظوا معايا، دونك هذه الطريقه، متفقين، شكلت سلسله جبال عمان في المنطقه. اذا
عندنا الأوفيوليت لقيناه في السطح ديال القاع غير بطبيعة الحال، موشور الحواسين كذلك مثال واضح، وبحر ضيق يسمى بحر عمان واضح. إذا مراحل نشأة جبال عمان، تشكلت جبال عمان نتيجة انغلاق بحر قديم يسمى بحر تيتيس نتيجة تقارب الصفيحة الأفريقية بالصفيحة الأوراسية، والذي بدأ منذ حوالي 100 مليون سنة. توقف في المرحلة الأخرى توقف نشاط الدول المحيطية، وبذلك توقف اتساع المحيط. بعد ذلك ظهور منطقة طمر محيطي محيطي، يعني طمر دم محيطي. بعد ذلك تسحب القشرة المحيطية المنغلزة جزءا من القشرة القاعية نحو العمق، فيتوقف الطمر يعني حجز الطمر نتيجة الكثافة الضعيفة للقشرة القاعية. أخيرا مع تزاول القوى الانضغاطية تزحف القشرة المحيطية فوق القشرة القاعية يعني طفو، وذلك تشكلت جبال عمان هي سلاسل الطفو. خلاصة، يعبر الطفو عن زحف صفيحة محيطية فوق صفيحة قاعية في ظروف خاصة ينتج عنه تكون سلاسل جبلية تدعى سلاسل الطفو، تحتوي على أوفيوليت وصدائم يعني طيات مكسورة وزاحفة. إذا شباب الآن وصلنا لنهاية الفيديو الجزء الأول طبيعة الحال. إذا تستنوني إن شاء الله في الجزء الثاني اللي غنتكلموا فيه إن شاء الله على سلاسل الاصطدام، ونتكلموا إن شاء الله على مختلف تشوهات التكتونية واضح المسببات ديالها. إذا كان معكم أستاذكم مصطفى العباسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.